اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة قصص رعب مع كابو، وحلقتنا النهاردة هي حلقة مختلفة تماما عن الرعب. خلونا نشوف. من فضلك دايما وانت بتسمع تنزل تشترك في القناة لو مش مشترك، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت لو القصة دي عجبتك تضغط لايك وتعمل شير. تعالوا بقى نشوف ايه الموضوع. جاهزين؟ يلا بينا. يوم القيامة. عايزك معايا في رحلة قد تكون لطيفة وقد تكون عظة لو مش لطيفة. تعال أخدك في رحلة لحد يوم القيامة. أنت متخيل إن الدنيا مستمرة للأبد وكده؟ مش بتفكر في الموت نهائي؟ رغم إن علماء النفس دايما بيقولوا إن الوداع الإنساني الحقيقي ومحرك أفعاله الأولى هو فكرته الراسخة عن الخوف من الموت. الحقيقة كلنا هنموت في يوم من الأيام بالنهاية، وهنتنقل لعالم البرزخ، وده العالم الفاصل ما بين الحياة الدنيوية والقيامة. هنفضل هناك بقى، روحنا وأجسامنا مدفونة في قبور هنا على الأرض تاكلها الديدان لحد ما يبقاش مننا حاجة خالص، لحد يوم كده إسرافيل، وده ملاك من الملائكة المقربين ماسك السور البوق، ينظر للعرش بثبات من يوم بدء الخلق، مستني الأمر الإلهي، يصدر الأمر الإلهي، ينفخ في السور، يصعق كل من في الأرض والسماء دفعة واحدة إلا من شاء ربي. ملك الموت هيقبض أرواح من صعق جراء النفخ في السور، فيصعد للسماء، فيأمره الله بأن يقبض أرواح الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، فتموت كل الملائكة، ومش هيفضل في الكون كله بأسره غير ملك الموت، فيأمره الله سبحانه وتعالى بالموت، فيموت ملك الموت. الموت نفسه هيموت، ويبقى من لا يموت. مفيش بقى أمير ولا ملك، ولا وزير ولا حاكم، مفيش ظلم ولا فجر، مفيش حد من اللي حواليك وشايف الدنيا باقيه له بيحارب علشانها، فقط كل شيء انتهى. وبعد ما يفضل الكون كله وسط الفراغ الكوني الفظيع ده، الحال هيستمر صامت كده لمدة 40 سنة، ويسبح الكون في فراغ عميق، هدوء، سكون لا متن. لا متناهي. وفجأة دون مقدمات صمت، ينقطع السكون ويهتز الكون كله مرة واحدة. سينادي الله: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فيجيب الله نفسه المقدسة: لا، لله الواحد القهار. تخيل. ثم يحيي الله بقدرته إسرافيل مرة أخرى، ويأمره بأنه ينفخ في السور النفخة الأخيرة، نفخة من شدتها وقوتها كل الموتى هيصحوا من موتهم، وده هيحصل عن طريق إنبات الجلد من التراب زي النباتات اللي بتخرج من الأرض بسقي الماء. يعني أنا وإنت وكل من مات في عصرك ومن سبقك ومن لحق بك هنصحى من الموت من قوة النفخة دي. فهتبدأ أنت يا أخي في التحرك، ومعاك كل البشر ناحية أرض المحشر. حركة سرمدية منظمة بطريقة لا توصف. أنت وأنا وهم وجميعنا بشكل يعبر كل الأبعاد والمستويات الفوق عقلية، وده يا رفيق اسمه النشور. ربك هيكون بدل الأرض اللي احنا عليها بأرض جديدة، أرض المحشر. دي أرض بيضاء بياض يميل إلى الخمر قليلا، ما فيهاش معلم ولا علامة، فاضية تماما، مستوية تماما، والشمس مش هتكون بنفس ابتعادها عننا دلوقتي، وإنما أقرب. كل البشر هيروحوا هناك، كلنا هنبقى معاك، وكلنا في سن 33 في صفوف، كلنا بنتقدم حثيثا واحد ورا واحد، وقلب كل واحد مرعوب. أنا مرعوب، وأنت الكل عاري تماما، حافي القدمين، مش شغله غير اللي هو فيه نهائي، حالة من التجرد الروحاني الدنيوي
ومرحلة جديدة من الوعي، بس مخيف جدا. والمخيف أكتر إن ده واقع لا محالة ليا وليك. المهم تخيل معايا كم البشر رهيب قد إيه، وكله مرصوص جنب بعضه كده مستني، العربي والغربي، الملحد والمسلم، الأشقر والأسمر، الوزير والغفير، كله سواسية واقف في أرض المحشر بس مستني. الشمس هتبقى مقربة أوي من الرؤوس، مش زي ما أنت شايفها دلوقتي بعيدة، لأ دي قريبة لازقة فينا لدرجة إن درجة الحرارة هتاكل فينا، مش قادرين من شدة الحرارة وبنغرق من شدة التعرق. ومفيش إلا 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تعال أقول لك مين السبع، عسى أن تكون منهم. إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله. 2 تحابوا في الله، رجلا تصدق بصدقة حتى لا تعلم يساره ما تنفق يمينه، رجلا قلبه معلق بالمساجد، رجلا أغوته امرأة ذات منصب وكمال فقال لها إني أخاف الله، رجلا دمعت عيناه لذكر الله. دول يا رفيقي اللي ربنا هيظلهم يومها من حرارة الشمس الحارقة، اللي الباقي هيفضل واقف بيغرق في عرقه من شدة حرارتها، مش هيبقى مستحمل، بس مفيش مهرب ولا مفر. مجموعة تانية من الناس والشهب بينصع من البياض كبياض الثلج، ودول اللي كانوا بيقيموا الليل. بس لك أن تتخيل إن اللي مش هينعم بظله في الوقفة دي هيفضل كام سنة واقف كده دون ظل، 50,000 سنة على عدتك البشرية. يعني أنت هتعيش قد ما هتعيش، مش هتعيش زي ما هتعيش بعد ما تموت، ودي فكرة ما تخليهاش تروح من بالك وانت بتقرأ السطور اللي جاية. فاهم؟ كل تاريخ الإنسانية على الأرض من خلق آدم ونزوله للأرض وقتل قابيل لأخيه ومرورا لطوفان نوح والفلك الناجي وحوت يونس عليه السلام وسيدنا إبراهيم في الحريق لا تمسسه النار، وسيدنا موسى أمام البحر ينفلق أمامه، وسيدة عيسى أمام الحواري على المائدة، وسيدنا محمد محتجزا في الخندق يتناوب عليه القرشيين الأذى في غزوة أحد، وأنت نقطة الانفجار تبدأ. والمهم خلينا نروح بيك للوقفة دي ونشوف إيه اللي هيحصل. مستعد؟ الكل واقف عطشان حران بيتصبب منه العرق، وفجأة يظهر النبي صلى الله عليه وسلم معاه حوض مية لا ينصب، يسقي النبي من منه صالح أمته، الصالح من أمة محمد. النبي بنفسه هيسقي من الحوض، اللي هيشرب من الحوض ده مش هيظمأ تاني أبدا. شوية وكل نبي من الأنبياء هيكون معاه حوض زي اللي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل نبي هيبدأ يسقي صالح أمته. أنت تفكيرك مش بيقف، يا ترى مصيرك إيه؟ جنة ولا نار؟ أعمالك هتكفي إنك تدخل الجنة ولا هتتسبب في دخولك النار؟ سنين طويلة من أسوأ إحساس بشري على الإطلاق، الندم اللي هيبدأ ينهش في أفكارك دون رحمة. وبعدين تعرض الأعمال على الناس، فكل حاجة أنت عملتها هتتعرض عليك، فهتبدأ في التعذر، أي اختلاق الأعذار، فتلاقي إيدك تشهد عليك إنك عملت كذا، ورجلك تشهد عليك إنك عملت كذا، إلى آخره. حتى جسمك اللي أنت ممكن تكون بتثق فيه أكثر من أي شيء وقتها مش هيطوعك. يا رفيقي أنت في مواجهة الحقيقة، الحقيقة الصماء، تلك الحقيقة التي لا تخضع لتبريرات علماء النفس ولا المصلحين الاجتماعيين. أنت وحدك وليس على طريقتك. وبعدين ترجع تاني مستني، وجسمك كله بيترعش من الندم، هتتمنى والتمني مبات. فجأة وبعد انتظار طويل السماء بالأعالي هتظلم كده، وكأن غيمة كبيرة ظهرت من العدم. الغيمة دي هتفضل تقرب فوق دماغنا واحد واحد، وفجأة هتتساقط منها كتب زي الأمطار، الكتب هتسقط على الرؤوس مرة واحدة، وكل واحد فينا هيمسك كتاب من دول تلقائي كده. اللي هيمسك كتابه باليمين هيكون من أهل اليمين، مصيره الجنة، واللي هيمسكه بالشمال مصيره النار، لأن أعماله في الكتاب ستؤول به لمصير محتوم. وعايزك تتخيل اللحظات اللي بيقع فيها الكتب دي من السماء بالبطيء كده، وانت مستني التقاطك ليه يمين او شمال، قلبك اكيد هيترعش من المصير الحتمي اللي هتلاقيه.
صدقني كل ده هيحصل لك. الكتاب ده هيكون عليه اسمك وهو كل أفعالك وكلامك، كل كذبك كذبتها وكل حاجة عملتها، حساب زرعي يا رفيقي، كل زرع عملتها أو قلتها متسجلة عليك، كل حاجة ممكن تنكرها أو تذكرها مكتوبة. وتبدأ تقرأ اللي انت عملته وما تقلقش، معاك الوقت الكافي والطاقة الكافية انك تقرأ كل كلمة وكل حرف وتعيد عليهم تاني. هيكون عندك الشغف لده صدقني. ياللي دلوقتي بتقول الكتاب ده كبير وازاي هخلصه، هتقرأ الكتاب ده بقى بحذافيره، فجأة صدقني هتحس بان كان قدامك كل حاجة، كل قاعدة قرآنية اتقالت لك من بره، من باب الوالدين والصلاة والزكاة والصوم، كل حاجة كانت لمصلحتك انت، وانت تتمنى لو ترجع دقيقة تعمل لك كم عمل حسن. فجأة هتشوف جاي من بعيد كده ملائكة كتير جدا ساحبين في ايديهم حاجة غريبة جدا، حاجة لها 70,000 لجام، وكل لجام سحبوا 70,000 ملك. الحاجة دي هي جهنم يا رفيق. انت هتجري وقتها مع الناس من شدة الهلع، هتجري على سيدنا محمد، تشفع لنا يا نبي الله عند رب العالمين. فيقوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتقدم فيتشفع لأمته، فربنا هيرحم أمة محمد. كل اللي في قلبه ذرة إيمان صحيح هيدخل الجنة بعد ما هيتحاسب ولا يخلد في النار. والشفاعة العظمى هي التعجيل بالحساب يومئذ. ولماذا ولما ينتهي النبي من الشفاعة الكل هيرجع تاني المكان، تبدأ القيامة. جهنم بقت على مرمى البصر وكل واقف في ايديه كتابه، مفيش مفر خلاص. هتسترجع شوية ذكريات كده وتفكر قد ايه الشيطان لعب بيك في الدنيا، الدنيا الفانية، وانك في الابدية مش هتستفيد حاجة. واقف خلاص مكانك، مرة واحدة هيصدر إذن من الله سبحانه وتعالى بالسجود، يكشف الله عن ساقه فيؤتمر الجميع بالسجود. في مننا هيعرف يسجد بسهولة لأنه متعود على الصلاة، وفي اللي هيلاقي صعوبة شوية لأنه مش ملتزم بيها، وفي بقى اللي مش هيقدر يسجد أصلا وهيفضل واقف متصلب كده هيبكي من الندم بكاء لا ينفعه ندم. هيفتكر كل مرة سمع فيها الأذان وما أمشي من مكانه قد إيه الإنسان مقصر في حق نفسه. بعد انتهاء أمر السجود هيرجع تاني اللي سجد يقفوا ويرجع الكل واقف، ومرة واحدة هتسمع صراخ فظيع، صراخ مهيب من عدد كبير جدا من أهل المحشر. دي الناس اللي فجأة هيصيبها العمى، ودول هم الناس اللي كانت بتسمع الأذان ومش بتقوم للصلاة. بعدها هيبدأ الحساب، قلبك بيتهز وبطء الأحداث هيقتلك من جوه خوفا، انت مرعوب صدقني هناك فوق، وصدقني انا زيك، كل ذنب انا عملته دلوقتي بيطاردني، بحاول اتطهر منه وبحاول ارجع زي ما كنت، بحاول ارجع. بس كل شخص في دوره هيدخل ومعاه كتابه وقدام كل البشر الحساب، يعني اللي انت خبيته عن حد في يوم هيتكشف قدامه، مش اي يوم، لا ده يوم القيامة هتشوف حساب شخص ورا التاني، وانت واقف مستني دورة، كل ذرة وكل شعرة فيك مهزوزة من هول المنظر المهيب. كل دقيقة بتمر عليك يا عايز تتقدم يا مش عايز تتقدم، والدور بيجي عليك، بس الحساب علني زي ما انت شايف، يعني لو أذيت حد هيشوفك هناك ويتعرض عليه أثناء حسابك إنه يقتص منك فياخد من حسناتك وينقص من ميزانك، وكل أذى سببته لشخص هتتحاسب عليه، وبعدين ربك يواجهك بذنوبك. فجأة اسمك بيتنادى، أيوة أنت الدور جه عليك يا رفيق، يمكن أكون سبقتك وممكن أكون بعدك. مع أول ذنب هتسمعه وشك هيدوب خجلا، لا بجد لحم وشك هيسقط قدام رب العالمين، هيسيح كده ويدوب ويسقط من مكانه ويقع على الأرض، فيعيده رب العالمين مرة أخرى. هتفتكر كل ذنب عملته، هتخجل كن عرضة قدام الناس، في حاجات عملتها في الخفاء بستر ربنا
اتكشفتش، ودلوقتي تخيل ايه اللي هيحصل. هو انت بالفعل هتكون متخيل؟ انت هتكون فاكر ان ربنا هيواجهك قدام الناس كلها بأبشع ذنوبك؟ ولكن لا، هيواجهك بأقلهم وهيبدلهم لك بحسنات. شوف رحمة ربنا بيك وشوف مدى جبروتك انت دلوقتي قدامه. بس ده ما يمنعش ان لسه في ذنوب عندك، ولما ينتهي الحساب الميزان يبدأ البشر في التطويع تحت الأولوية، كله يحشر معه، والكفار هيحشروا مع بعض إلى جهنم بعد انتهاء الحساب. ولكن أولوية كده هنروح عليها، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيحمل لواء كده، كل الأنبياء كل واحد فيهم معاه لواء، وأقوامهم هتمشي وراهم. فاللهم اجعلنا من أمة محمد، هتمشي وراء سيدنا محمد في طريق كده. الطريق ده في ناس مننا معاهم نور كده، كل نور على قدر الأعمال والأفعال. في اللي هيكون معاه نور كبير، واللي معاه صغير، واللي مش معاه. وسبب النور في الطريق ده في ناس قادرين يمشوا فيه وناس لا. اللي مش معاه النور هيقع في جهنم فورا. نهاية الطريق ده للناجين هيكون الصراط. أنا عارف إنك حاسس إنك طالما قربت من الصراط فأنت قريب جدا يا رفيقي. صدقني أتمنى أن أكون جنبك، صدقني بحاول، صدقني بجاهد ألحقك. أول شخص هيمشي على الصراط هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هيمر هيقول اللهم سلم سلم سلم، وهيعدي ومن وراء أمته كلها، كله هيعدي على قدر النور اللي معاه، يعني على قدر أعماله. أنت متخيل المشي على الصراط معايا ده ايه يا رفيقي؟ هيعدي منه اللي ربنا غفر له ذنوبه، وفي مننا اللي هيقع مننا هيقع في طبقه معينه من جهنم يعذب فيها حتى يغفر الله له. خلاص عديت الصراط ووصلت، خلاص يا رفيق اطمئن، انت عديت كل حاجه صعبه، واللي جاي كله نعيم. عارف يعني ايه نعيم؟ 50,000 سنة من الحساب كتير جدا، وحياتك البائسه على الارض انتهت بكل ما فيها واتحاسبت عليها. ومش بس كده، عديت الصراط معايا هنا، كلنا هنقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم، هنقف قدام باب الجنة، غضوان حارس الجنة واقف ومستني الأمر الإلهي بالفتح. يا بختك يا عم، نفسي أبقى معاك. فيأتي الأمر فتفتح أبواب الجنة ويستقبلنا غضوان واحد واحد، وأولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هندخل الجنة ورا بعض، مش مصدقين اللي احنا شايفينه. قد ايه ربنا ده كريم مطلق الكرم، وقد ايه انت كنت مقصر وبتجري وراء متع زائلة. كل واحد فينا يستلم ملكه، كل واحد فينا ملك، بس ملكه كل واحد على قد اعماله في الدنيا. اتمنى يكون ملكك كبير يا رفيق، عشان اجي اقعد معاك شوية. الجنة فيها ما لعين رأت ولا اذن سمعت، وطالما وصلت لهنا فانت تستحق، لأنك أكيد صبرت وأكيد اتأذيت وصبرت على الأذى، أكيد كمان عملت اللي تقدر عليه علشان تسعد حد، زرعت أمل في حد، توليت مسؤولية حد ولم تخذله، امتنعت عن حرام. أنت فعلا تحملت اللي محدش يستحمله في الدنيا، ومسكت على دينك زي اللي ماسك على جمرة. شفت كل اللي أنت عملته خير اتردلك إزاي؟ شفت قد إيه الدنيا مش مستاهلة وإنها فانية، وإنك بتروح في مسارات بعيدة عن الحق وهي مش مستحقة؟ يعني لو فهمت الوقفة الأخيرة دي وحسيت بيها كويس، من دلوقتي هتقدر قيمة الفرصة اللي أنت فيها. أنت بتصحى كل يوم ولسه فيك نفس. المهم، الجنة فيها كل ما تتخيل، كل ما لم ولن يتخيله عقلك. نعيم عظيم بتاعك لوحدك، خالد مخلد منعم فيه للأبد. وهتمر أول أيامك في الجنة وإنت لسه بتتعرف على الجنة ونعيمها. هيجي أول جمعة، أول جمعة لك في الجنة، وتخيل إيه الجائزة الكبرى؟ أن ترى الله. انتهى يا رفيق. مصادري تفسير الشعراوي، صحيح البخاري، تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي. كان معكم أحمد ربيع من قناة قصص رعب مع قبو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.